السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ راكم على خير. اليوم جيت نوجد معاكم ميلتشيك ديال الفخيز، ساهل نوجدوه في الدار. كي كتعرفوا دابا لي ماكدو ساعدين، كنتاكي، كي اف سي، هادشي كامل ساهل. المهم اول حاجه بلا ما نطول عليكم، عندي الفخيز يكون كونجلي بحال هكا كي كتشوفوا، مغسول وكل شيء. وعندي السكر على حسب الكميه البنات اللي عندكم، عندي معلقه ديال لا كريم فريش في هذه الكميه اللي غندير، وعندي الحليب ساهل وكيوجد في دقائق. غناخذو شي ميكسور ولا بلوندور عندكم تيطحن مزيان. ما ديروش الحليب بزاف، كتعرفوا هو راه كيكون خير ترى البنات. ديروا غير شويه، من الاحسن ديروا غير شويه، ويلا بان لكم خاصكم عاد تزيدوا. كيف كتشوفوا معنا ها هو واجد ساهل. شوفوا البنات ما يكونش خفيف، ما يكونش عشان تقيل بزاف. نزينو بلا كريم فريش، وشويه ديال الكراميل. كي كتشوفوا كيوجد في دقائق، ساهل ماهل كيف العاده. وبالصحه والراحه الى الفيديو القادم ان شاء الله.